فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوا اي سون ويل دو بالم. عسلامه ومرحبا بكم في بنت اليوم. كيما عودناكم ادبر علينا والحركه في الكوجينه عليكم. المنيو نتاعنا اليوم عندنا اونتري بلا و ديسير مي دايت الشيف نتاعنا اسماء الشيف هيلا. هذه بنت اليوم اقعدوا معنا. عسلامه شيف هيلا شنو حوالك؟ عسلامه رندا الحمد لله. الحمد لله. شنو عندنا روسيت اليوم؟ شنو باش تحضر لنا اليوم؟ عندنا روسيت الناس الكل يحبوها. باش نعملوا بلوزه بالبيستاش بنينه وسهله في لحظه تحضر. في لحظه؟ في لحظه. يعني حاجه ساعه بلوزه مش بوزه. اي خطر البوزه يبدا فيها نخثروها بالدرع وفيها الجلجلين وفيها الفاكهه الاوريجينال. هذه الغسيت اللي نشوف لي زانغريديون نتاعها توا ساهلين. سي البلوزه. بلوزه ما تشدش اليد. جمله وبينه على الاخر. تري بيان. دونك انا توا باش نمشي نشوف الشيف اسماء. شنو باش تحضر لنا اليوم؟ على السلامه شيف اسماء. شنو حوالك؟ عايشك الحمد لله. سافا خيرات اليوم؟ خيرات. اي خيرات ما شاء الله. شفتوا القديد؟ القديد والبرغل. دونك باش نعملوا احنا عندنا دخلنا في الربيع على محاله توا مقدمنا في رمضان. دونك عندنا الفول الاخضر. اي باش نعملوا بالقديد وبالفول وبالحمص بيان سور وسفناريا وبطاطا والبرغل ديجا هذاك. البرغل مفور معناها. البرغل اي مفور ماهوش جيري. اكزاكتومون تري تري بيان. وعندنا في الكوم اونتري عندنا هذوما العظام دي زو دور باش نحيوا الاصفر ونعملوه. نعملوا سلايطه. نعملوا به سلايطه اونتري جونغ كي المايونيز تبدا طايبه خاطر الاصفر تبدا طايب. اي الاصفر يبدا اي طايب. بالو مونتي كيما المايونيز ومن بعد نرجعوا نعبيوه في وسط العظم مع الطن شويه كبار. نخليو لهم شويه سسبانس باش يتبعونا في السلايطه من بعد. فوالا. البرغل مفور نتصور فما برشا عبيد يستصعبوه شويه. الحق هو سهل. وماذا بينا اليوم نعطيوهم لي زاستوس اللازمين النصائح المطلوبين ويتعلموا معنا اللي ما يعرفش يعمل البرغل المفور ولا اللي تعرف زيدا هكا تتعلم شي حاجه جديده اليوم. يعطيك الصحه احنا هوني لا بوغ سا. يلا باش نبداو. نبداو ساعه اول حاجه هوني عندنا البرغل. انت نفخته في الماء. نفخته في الماء سخون. تنفخ ماء سخون في الماء سخون منه يتغسل ومنه هكا يطرى شويه باش ما يشدناش ياسر اليد في التوفير. دونك جوست حاجه برك شيف اسمع. دونك انت عبيته بالماء لين هو شرب وتنفخ ولا جوست شللناه في الماء سخون؟ شللته في الماء سخون وخليته منفخ شويه. اي ومن بعد نحيت الماء هذاك زي صفي ليه الماء نتاعو. تمس هكا باش تولي كعبه كعبه. يعطيك الصحه. داكوغ. دونك نرجعوا هوني لبقعته باش ناخذوا قرش علينا باش نعملوا اي صوص نتاع حاجه بالمغرفه اللي تتفور. كسكسي ولا روز ولا يعطيك الصحه. دونك ناخذوا هذايا باش نحطوا بيان سور البصل. يزي هكا البصل فيه البركه. باش نحطوا الزيت والقرن الفلفل باش تقليه قبل. باش نقليه. هاي باش نقليه هكا كي سايب المطعم نتاعو البنين. دونك نشعلوا الغاز نقليو شويه البصل وقرين فلفل. هوني حضرنا البرغل ديجا نفخناه في الماء السخون ومن بعد شللناه ونحينا منه الماء الزايد. دونك تنفخوا ولا كعبه كعبه. يعطيك الصحه. دونك قرين الفلفل كيما العاده سكينه نحطوا له شويه ملح. هذه السكينة. فوالا نشقوه. هوني عندنا هذيك الشيحة. يعطيك الصحة. تخي بيان سي بون. تستحق بيان سور. انا توا المرة هذه باش نعمل هكا نحط معاها خلط شوية ملح وتابل مفور. خاطر احنا الصوص نتاعنا باش نحطوا لها التابل خاطر هي ديجا بالقديد والقديد نعرفوا يتفوح بالتابل بيان سور. هو القديد ظهر ما شاء الله مفوح بالقدا. مفوح بالقدا وان بلوس القديد هذا ماهوش مقلي. كي باش نعملوا برغ فوالا كي باش نعملوا حاجه هكا مفوره اي كسكسي والا اي حاجه باش نعملوها بالقديد مفوره ما نقليوهش نخليوه هكا كيما كسكسي راس العام. قديد راس العام نشيحوه ونخليوه من غير ما نقليوه. والحاجات الجاريه نجمو نحطوا فيهم بيان سور هذاك نقليوه ونحطوه في الدبابز والكل. دونك هوني
مش كالعادة سلة سلة فوالا خليه هكيك خاطر ما تحبوش مقلي مقلي كمام زادا جست يذبل شوية ويسيب ويسيبك المطعم نتاعو يعطيك الصحة. دونك نشوفوا هوني القديد اهو اخذوا شو نقصوه ولا نخليوه لا نخليوه هكا شفت كيفاش هكا طرية هكا بريسك تايب لا هو توا لا بيان ماريني مش طايب خاطر كي وقتاش يجيب القديد كي تقليه احنا هذا مازال ماهو طايب اما دوبلاش اللي شيحته نتاع نهارين سورتو الطقس هكا الايام اللي تعداو فوالا دونك ما ياخذش برشا وقت باش يشيح دونك انا ما نحبوش شيح شيح نحبو يقعد طري كما ترى عندي هبره وهبره صافي ماهيش صافي هي لا محاله اما كيف باش نعمل هكا حاجات هكا ناخذ سوا كتف والا فخذ ده فيه برشا هبره يعطيك الصحه العظم وقتها ما جو مون باس من العظم ما لوحوش بيان سور هذاك نعمل به حاجات جاريه حاجات جاريه خاطر ملي قبل ما نقدو نعملو يعملوه لي زازار دي دوسي ويشرحوا لي ون وما يضيع حتى شيء العظام هذاك من بعد يروحوا به اي حاجه فوالا شيف هيلا تحب تجي تشوف معنا شويه الاجواء عند شيف اسماء باش تعمل لنا برغل مفور بالقديد وكان عندك شيء زاد انت كيفاش هكا كيفاش تعمل الغوسيت كلنا قاعدين نتعلموا من بعضنا راهو انا الحقيقه البرغل المفور بالقديد ما عملتوش نعمل صوص زعره نطيب صوص زعره سامبل فيها هكا شويه خضره جلبينه تريفات الحم وبعد نسقي بهم البرغل في بلاصه الروس انا نعمله بالصوص نطيبه بالصوص نطيب الصوص وحده بعد نخلي الصوص ماهيش خاثره جاريه ونحط في وسطها البرغل وتجمره نقص الغاز دونك فوالا برغل مجمر مجمر اي نعملو حتى انا ما هذه هكا انا اخترت اليوم قلت نعملوه هكا نحط القديد يتقلى شويه بيسك ماهوش مقلي هو دونك باش يسيب القوه نتاعو الكل فوالا وبيان سور نردو بالنا من الملح مانيش باش نحط اول ملح خاطر احنا القديد نشيحوه بالملح بيان سور باش ما يتهلكش باش يبدا مالح برشا سورتو مانيش باش نقليوه بعد دونك لازمو برشا ملح باش ما يفسدش توتافي شنو باش نعمل انا هوني باغ كونتخ باش ناخذ الطماطم تحلها في شويه ماء نحلها في شويه ماء عايشك دونك كيف كيف مانيش باش نكثر من الطماطم هكا ايزي ونجم نحط الفاح هوني اللي هو باش يكون التابل دونك حطينا الفلفل الزينه تومات كونسونتري تابل مفوح فلفل زينه باش تحط شويه فلفل مهروش انا باش نحط الهريسه الهريسه عربي اي حتى ديما يا نحط يا هكا يا هكا نخاف على الحروريه تجي برشا وكم حاجه تونسيه هذي دونك ميساش كي نعملوها موزوزة سورتو كان هكا عندنا معناتها ناكلو الموزوز ما يقلقش. الخضرة يبدا بالخضرة بنين برشا اي. تشموا في القديد والا لا ولا مازلتوا ما شاء الله. هلا دونك هوني نحلوا الطماطم نتاعنا ولفحات في شوية ماء سخون ومن بعد نصبوا غاديكا. ويقعد القديد يتيب على روحه سله سله والبرغل البرغل باش يتحط يتفور معاه هكا سي سا اي دونك نحلو الطماطم الحمص كيما العاده انا عندي طيب الفول في ساعه يتيب ما يقلقش فوالا دونك شيف اسمع توا باش تحط جوست الطماطم تقليها فوالا والبرغل يفور ونبداو السلطه نتاعنا نبداو السلطه نتاعنا سهله زيدا تحب نحضر لك حاجه للسلطه ولا كل شيء مريقل باش نقص العظام اون دو ونحي الاصفر والاصفر نحطوه في صحفه يعطيك الصحه باش نعملوه اون ديغي اون مايونيز اما بالاصفر طيب دونك اللي ما يحبش المايونيز خاطر يقول لك العظم ني هذه العظم راهو طايب دونك ما يقلقش دونك ناخذ لك البلانش نتاعك ما عادش حتى مشكل اي فما حتى مشكل بيان نحط كمام الحمص توا ماهوش باش يذوب خاطر سي كان وقت الكويسون ما عادش يزيد يطيب الحمص نحط الفول هوني
دونك انا توا باش نبدا السلطه نتاعك شيف اسماء. تعرف السلطه هذه هلا؟ لا نشوفها. دونك نقص كعبيت العظام في اثنين ونحي الاصفر. فوالا دونك هوني قصينا العظمات نتاعنا بال على اثنين باش نحيو الاصفر نتاع العظمه. نحطوه لهنا قالت هكا اي نحطوه غاديك باش نضلو باش تحلهم مايونيز. فوالا ناخذ هذه نحط بسم الله عليك باش نحط المغرفه باش ما تقلقكش غاديك. اي اغسل هي كيفاش مصموطه الفصل اللي داريتها كمانيش انا غلط. لا 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 ميسيرش هكا السمته نتاعها الفصل جاي جاي على برا معنا ما نعملوا لها العظمه احنا نحطوها في الماء وهي تطيب على روحها الكلهم هكاك مش مشكل. نزيد نمرق توا شويه هذه هذيك تعملها حدا نخاف نغلط هنا. هلا دونك هذيا حضرت البرغل باش نحطوه يفور. شوفوا السلطه نتاع شيف اسماء نبداوها معاها شويه خلينا نفهموها طلعت لها انت لانا نعرفوها ونجيب حذيك هالولا. هي ماهيش فريمون سلطه معناتها كي اللي اونتخي فكره فوالا اونتخي بنينه يعطيك الصحه باش كنا ما نقلقوش من السلطه. مش برغل كامل هذاك هذايا البرغل اللي بيعطيك الصحه هذايا اللي انا نحبوها كما نحبوش الخشين برشا نخليوها هو فما اللي اجود منه اللي يجي جيري وهذا والكعبه كامله هكا الجيري يجي كعبه كامله الاجود منه بالكل هذاك نعملوا به الكبه الجويه انا نعمل بالكل. الجيري بالجويه بس في الناري كما التشيش انا بيجي نحبوا جويل حتى كي بدا جيري نحبوا جويل ما نحبوش خشين. دوك توا في المرقه نتاعنا حطينا الفول كل شيء محطوط السفناريا البطاطا كملنا تقعد تسيب على روحها. دونك هوني ما نسحقش باش نحط المنديله خاطر ما يلصقش بعضه البرغله. لا ما خاطر هو ديجا مع تنجم تقول كلش عليه مفور خلي بالي شربي دونك مريقل بقدر تربي فرق ديجا وحده اي فوالا تنجم تصب مش مشكل وانا من بعد نعمل انا باش نحي الطابو باش يهبط بالكامل فوالا بون يمكن كارني حطيت في البول انا سي بون هكا اي ليه هكا تخلط اما بتاتر كان جا في حاجه اصغر تطلع في ساعه حاجه بلوتو غارقه ومسكره شويه ما يقلقش لا سي بون سان ديرونج با بالك نجموا بالعظمه كامله نعملوا مايونيز هكا هي طايبه زيده كيفاش؟ حط عظمة كاملة بالابيض نتاعها بكل شيء هكا ما شاء الله طلعت المايونيز نتاعنا هات نحي على كذا ما عادش باش تسحقوها لا مازال في وسطو فرغوا بالمغرفه دونك نحطو هوني لا ميرسي الوغ شنو باش نعملو باش ناخذو نحطو فيه الطن دونك توا باش نفوحو ال احنا شحطينا فص عظمه قعدنا نزيدو في الزيت بشويه بشويه لين طلعت لنا المايونيز مش فص عظمه حطينا نتاع ثلاث عظمات فوالا وتوا زدنا الطن فلفل اكحل وملح وفلفل لا الملح عم اوكي على خاطر فما الطن يعطيك الصحه باش نحطوا شويه كبار بور لا كولور وال هو هذيك ملح دونك ما نستحقوش اكزاكتومون ما نستحقوش دونك توا باش تزيد الكبار غادي ولا فوق الكعبيت لا باش نحطو من فوق باش اللي ما يحبش الكبار هاكا ينحيه على روحو دونك توا جوست باش تعبي ال ال اون فادير لي كوك لي كوك نتاعك بالمايونيز والطن فوالا عندك حاجه اخرى ديت لو طون اللي عملنا فيه فور فور على خاطر نفختو والقديد محسوب نتصور مازالو
دريجين ربع ساعة ويتيب، دونك نجيب حذيك هلولة باش نبداو البلوزة. اي سهلة عليك. صحيح لهنا الكسرول نتاعنا عندنا الحليب 700 مليلتر. دونك 700 مليلتر حليب باش نزيدو نحلو فيها السكر نتصور باش يذوب ولا لا؟ اي باش نحطو 50 غرام سكر وانا باش نزيد نحليها باللي كونسونتري. اعطيني مغرفه باش نحط لهنا عندي 150 غرام بات بيستاش، 25 غرام لا باش نحطوهم كلها مع بعضهم ونحاولوا نحلوهم بالفوي، نخلطوا هكا بشويه بشويه. دونك يتحل السكر ويتحل البات نتاع انا جوست توا نعاون باش السكر يتحل، اما البات باش نحلها في وسط الحليب بالميكسور بلونجون. داكا توا باش ناخذ الميكسور سهله على الاخر داك باش نركزوهم باش يتحل كل شيء في بعضه. توا كل شيء تخلط مع بعضه. دونك هكا يعاونها في الترتيب من بعد باش ما يبداوش كعابر كل شيء يبدا يتحل. واحنا زيد نعاونوا نحركوا بالفويي فوق الغاز. داكوغ. هكا. هذه ما عادش تستحقها؟ لا يلزم لا. داكوغ. نحطوها فوق الغاز. ونقعدوا نطيبوها. كيف نعرفوها قريبة تطيب وبدت تعقد، وقتها باش نزيد اللي كونسونتري. الحليب كونسونتري فانواز. باش نحل الحبكة نخليها بحذية. باش نزيد مغرفتين كبار. خلوها تطيب. دونك عملت السكر ناقص شوية جماجي. ايه عملت 40 غرام سكر. خاطر الحليب هذا حلو برشا. دونك تحب نحرك لك وتحط الحليب بشوية بشوية. نحطو في الاخر. في الاخر باش تتعقد. انت جيب لي الكيسين خاطر في ساعه كتير. يلا يظهر لي الديسير نتاعنا جوست اللي يشد روحه شويه. اي البلوزه نزيدو عليها الحليب كونسونتري فانواز ويكون الديسير نتاعنا حضر. نشوف شيف اسماء راهوني اللي ساي وصلت في الدريساج تزيننا في السلايطه. يا هذاك هو عندنا كملناها. هذا هي الحكايه فيسع فيسع كما قلت لك شويه كبار حطوه واللي ما يحبش ينحيه. هذا نحيوها ديجا هكا. رجعنا الفص العظمه للعظمه نتاعو، زدناه شويه تون والتكستور نتاع الفص ولات اخف مايونيز. فوالا ياسر بنينه ذا اللي ما يحبش المايونيز خاطر العظم ني هذا راهو طيب ينجم ياكلها خاطر العظم طيب. فوالا واللي يحب يعمل عظمه كامله بالابيض بالاصفر راهو ينجم يعمل. تجي ظهر لي حتى البرغل. البرغل سي جوست نكمل هذوما وانا راني باش نسقيه البرغل. باش نسقيه توا جوست نكمل العظم. داكا نريقلهم نكملوا نزينوا فوالا سادي نكملوا نزينوها وكاهو. اي سي بون نخليو هذه مغسوله احنا جوست بور لا كولور. دونك كيما تشوفوا الديسير نتاعنا بريسك حضر. هلولة قاعده تحرك لنا في البلوزه باش نزيدوها جوست شويه برك حليب كونسونتري فانواز. وشيف اسماء حضرت السلاطه توا يظهر لي باش نسقيو البرغل. فاصل صغير ونرجعو لكم. دونك ساي البلوزه حضرت. الاستيوس نتاعك باش القمصان ما يتكسرش لا قدر الله نحطوا له شويه فابور من الاول. شوف التكستور نتاعها ديجا تكون جايريه.
دونك تتشرب جيريا. ايوه اللي يحب هكا حتى بالمغرفه ينجم ياكلها شوي. ما هيش جيريا برشا وما هيش عقده برشا. توا باش نحطوا ناخذوا في الكيسان. الكيسان نتاعنا. شيف اسماء انت زيد ايضا فينيسيون غادي تريكاج. كملوا نحطوا القديد. هكا. حاجة بنينة وسهلة برشا. يعطيك الصحة. ومحبوبة في رمضان. نقطع ليك هذوما. نجيب حذينا شيف أسماء. هيا نجيب ملالي دقيقة واحدة. أنا عاملة كيف على هالقديد. جست نكمل هكا. توا باش شاف هلا باش نزينوا. باش نزينوهم. الكيسان. ناخذوا بيستاش بودر. هكا. حتى شاف هلا عامله كيف هنا. تزين هذا الجو نتاعي. تبدا تستنى وقتاش تكمل الغسيل باش نزين. نعطيك بابي. اي بيان سور كل واحد يزين كيما يحب. احنا نعطيهم ليدي وهما لهم حريه الاختيار. انت هكا تعيشك لهنا. باش ناخذ شوش الورد. هكا. يزيد يزين على الاخر. يزين على الاخر اي. ويمشي مع البيستاش برشا. من احسن لي كولور. هكا. سي بون. يعطيك الصحة. والله شايف أسمع عاملة بون كيف. ما هو هذاك هو رمضان. إن شاء الله عليك يسلم يديتك. يعيشك. سر رمضان في الكيف. يعطيك الصحة شايف أسمع. عايشك. عملت لنا برغل يعمل 66 كيف. أي. أنت شخت عليه وشخت على التزيين نتاعو. تجيب حذينا. أي. ما شاء الله بنا. بسم الله وما شاء الله على المنيو نتاعنا اليوم. نجيبو كسليطه. هلا هاكا حاطين لها شويه فلفل بر العبيد. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة شيف أسماء. يعطيك الصحة شيف هيلا. عايشك. نذكركم اليوم المنيو كان معنا برغل مفور بالقديد، معنا سلطة سبيسيال ظهرة بنينة برشا، وبلوزة بالبيستاش. وفرحانة ياسر اللي لي غوسيت نتاعنا عجبوكم وبارتاجيتوا معنا لي بلا اللي حضرتوهم. نتقابلوا غدوة في بنة جديدة. شهية طيبة. فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. ما كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوا و سان ويل دو بالم.